تونس مع الغنوشي لإحكام الحصار. لإحكام الحصار، إحكام الحصار ده واحد، وهو عايز يعمل قاعدة لوجستيكية، بدل ما يطلع من تركيا لليبيا على ليبيا بيبعت لتونس. مظبوط. وانت عارف تونس بينها وبين طرابلس حوالي 100 كيلو. فينزل في تونس، وطبعا حدش يقول انت بتعمل ايه، ده طيران طالع من تركيا لتونس هتتعرض له ليه؟ ينزل وبقى يتحرك بره ال 100 كيلو يصل. الغنوشي طبعا امبارح كان عنده مساءله قويه جدا في البرلمان، والغنوشي طبعا للساده المشاهدين هو رئيس حزب النهضه الاخواني، وللاسف له الاغلبيه في البرلمان، بهدلوه امبارح في السيدة عبير موسى. السيدة رهيبة الست دي حقيقي، يعني كل الاحترام والتقدير مسكته، ولكن هو عنده اغلبية. هنشوف الانسرت معانا واحنا شغالين. هو عنده الاغلبية، ولكن طبعا امبارح ده كان برضو من حزب المعارض، لانه هو طبعا عمل اتصال وعمل زيارة وعمل اتصال وقال لأردوغان يو ار موست ويلكم تعالى. تونس النهارده بتقول لك لا، انا دولة جار لازم اكون على الحياد، انا مش لازم اكون دولة مع طرف من الاطراف. لا، هي متورط، هو متورط، انما هو تورط تمام، عايز يورط الدولة التونسية بالظبط. وهي بتبقى للي حصل الشهر اللي فات، هي تونس اتورطت النهارده، رغم ان طلع الرئيس التونسي في العيد وطلع يعايد على الشعب التونسي، وما كانش معايدة بقدر ما بيقول انا الرئيس وانا اللي بحكم وانا اللي بقول، وقال مفيش رئيسين انما قدامنا ايه اللي حصل النهاردة. تونس اصبحت قاعدة لوجستيكية لأردوغان من طريق حزب النهضة الاخواني الذي يحكم تونس. طيب النهاردة الموقف ايه؟ يعني قبل ما اوصل للموقف ايه، إمكانية الهجمة أو الهبة المعارضة أن تغير الأوضاع في تونس، على الأقل تقلم أظافره أو توقفه عند حده بالنسبة لراشد الغنوشي. ما هو برضو راشد الغنوشي عنده الأغلبية في البرلمان، الأغلبية اللي هم الإخوان هم المسيطرين على البرلمان. ممكن ما يطلعش قرار من البرلمان، مش هيطلع.